حديث خامس اليوم نوجهه للمستعمل الانترنت بجماعة الحوافات وخاصة الشباب والانترنت. طبعا هذا الاستعمال الانترنت الفيسبوك ولا الواتساب خص يكون الاستعمال الايجابي لا الاستعمال السلبي. طبعا كيف يتساءل الشباب كيفاش ندير استعمال ايجابي والاستعمال السلبي؟ طبعا ان التعاطي ديالك او الخدمه ديالك داخل هذه الشبكه هذه سواء فيسبوك ولا واتساب هي خص يكون عندها واحد السؤال واحد التوجيه من عندك انت شنو باغي فين باغي تمشي وفين باغي توصل بهذا الاستعمال هذا. هنا كنعطيك امثله مجموعه من الفنانين ومجموعه من المسرحيين ومجموعه من الفكاهين اللي خضعوا من الاستعمال ديالهم اليوتيوب ولا الفيسبوك ولا الواتساب وسيله من اجل النجاح ومن اجل ايصال منتوج ديالهم الفني او الادبي او الرياضي. الى انت ما قدرتيش تعاطى بهذه الطريقه هذه فانت تتكون سلبي وغير قادر على الانتاج. اما الاشتغال على الفيسبوك او على الواتساب او على بالاكتفاء بالاستهلاك يعني كتشوف وكتفرج وكتقرا دون ان تنتج انت غير قادر على الانتاج. فاعلم بانك في حاجه ايها الشاب الى مراجعه، في حاجه الى اعاده النظر في تعاملك مع وسائط التواصل الاجتماعي، وفي حاجة إلى إعادة التركيبة المنهجية للتفكير، وفي حاجة إلى البحث عن دورات تكوينية، في حاجة إلى البحث عن مواهبك، وفي حاجة إلى الوقوف عن أبرز ما هو مهم عندك وكيف يمكن أن تنتجه وتوصله وتجعل منه شيئا منتجا. إذا استطعت أيها الشاب أو نصيحتي لك هو أن توجه الانترنت في خدمة أجندتك السياسية، في خدمة أجندتك المهنية، في خدمة أجندتك التجارية، في خدمة أجندتك الرياضية أو الثقافية. بهذا فأنت تكون قد استعملت الانترنت استعمالا إيجابيا، استعمالا يمكنك من النجاح ومن التقدم في مسارك وفي حياتك عوض الوقوف كمتفرج وتبقى ضحية للانترنت. وإلى حديثي الخميس المقبل.